اليوم نحن متواجدون عند أهل الأسيرين الأبطال، الأسير محمد يوسف عبد الجواد شماسنه 24 عام، والأسير البطل أيضا عبد الجواد يوسف عبد الجواد شماسنه أيضا 24 عام. وكل واحد من أمثالهم ومن أمثال غيرهم لازم يضحوا ويقوموا لأجل فلسطين والوطن. وكانوا يعني لما نسوي عرس أو احتفال أو إشي يبقى صورهم موجودين في الاحتفال، الصور تبعهم دي بالتو حالتو الأسود اللي كافوا عن الوطن.